رحبت المنامة باستهداف الجهات والصناديق المعنية بالمملكة العربية السعودية استثمار 5 مليارات دولار في المشروعات التنموية بمملكة البحرين. وقالت وكالة أنباء البحرين إن ذلك جاء لدى ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني. وأوضحت الوكالة أنه تم خلال الاجتماع بحث حزمة من المشروعات الاستثمارية الكبرى بمملكة البحرين، وكلف المجلس التنسيقي برئاسة أولياء العهود الوزراء المعنيين من الجانبين التنسيق فيما بينهم والقيام باللازم للانتهاء من الدراسات التفصيلية والفنية خلال عام 2022 تمهيدا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها من قبل المجلس.